الاعلامي النهارده في وزاره التضامن الاجتماعي، بنعمل بروتوكول مع مجموعه ياسين منصور التجاريه، مع وزاره التضامن الاجتماعي، مع جمعيه الاورمان بمبلغ 250 مليون جنيه. وده فعلا دليل على الامن والاستقرار في البلد، دليل على تلبيه مبادره السيد رئيس الجمهوريه اللي اعلنها يوم الخميس في العالمين، ان رجال الاعمال ايديهم في ايدينا وايد في كل المجتمع المدني. زي ما احنا شايفين النهارده كده، هذا البروتوكول هيعقد لمده 3 سنوات، 250 مليون جنيه لعدد 100 قريه، يعني حوالي 5000 منزل اعمار للانسان المصري، الانسان المصري اللي في كل محافظات مصر. وزي ما بقولها وبكررها، ان ده دليل خير ودليل ان قلبنا معلوب بعض. يعني الاستاذ ياسين منصور يعرف منين الانسان اللي في اسيوط ولا في المنيا ولا في قنا ولا في نجع حمادي؟ يعرف منين هذا الانسان؟ الا بالقلب، بالخير، ايدينا في ايدين بعض، مصر احسن، مصر في اكثر تطور ان شاء رب العالمين. بلدان العالم بتعد المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والشركات رافد أساسي في تنمية المشروعات التنموية. وبالفعل في مصر عدد كبير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية تؤدي دور كبير من خلال المسؤولية المجتمعية. لعل شركة بالم هيلز للتعمير واحدة من هذه الشركات المهمة التي تساهم بشكل فاعل من خلال المسؤولية المجتمعية في دعم المشروعات التنموية. ونحن اليوم نشهد جميعا هذا التعاون ما بين جمعية الأورمان وشركة بالم هيلز لدعم برنامج سكن كريم. اسمحوا لنا نستمع إلى كلمة من الأستاذ ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير. تفضل. توالي، الحقيقة عايز أشكر حضرتك طبعا أنك أتحت لنا هذه الفرصة. احنا يمكن مش اول مره نتقابل، وانا عارف المجهود الكبير والنشاط الكبير اللي حضرتك الحقيقه بتقومي بيه. وانا متاكد ان مش احنا فقط القطاع الخاص الوحيد، انا متاكد كل الناس بتعمل يمكن لكن باسلوب انهم ما بيحبوش يعلنوا، لكن انا شايف حان الوقت الناس كلها لازم تقول عشان نشجع بعض ونقدر نعمل اكتر لبلدنا. دكتور حسام الاباني، مش عارف اقول لك ايه والله، انا فخور جدا انك مصري واني اتعرفت عليك. يمكن اتقابلنا زمان في برضو كان في خير يعني، لكن ان احنا اتقابلنا تاني. الحقيقه انا هنا النهارده نيابه عن عائلتي، عائله منصور اللي هي العيله الصغيره، لكن العيله الكبيره احنا عندنا حوالي 100,000 عامل بيعملوا في الشركه. يمكن مجموعه منصور اللي ما اعرفش هي من اكبر دافعي ضرائب سواء مباشره او غير مباشره على مستوى مصر، من أكبر الشركات إن لم تكن أكبرهم على الإطلاق. الحقيقة يمكن إحنا حاطين اسم بالم هيلز لأنه الإسكان ده جزء من العمل المجتمعي أو العمل اللي إحنا بنؤديه كشركة تطوير عقاري. فاللي إحنا بنعمله مع جمعية الأورمان ومع الدكتور حسام الأباني تحت رعاية الوزارة هو في أساس عملنا، وهو التطوير العقاري. لأنه برضو مش حق فقط الناس اللي هي عندها القدرة المالية إن هي تعيش، لكن كلنا لازم نعيش. الحقيقة طبعا الفترة اللي فاتت مصر قد أخذت خطوات كثيرة جدا في إصلاحات. الإصلاحات دي زي ما احنا عارفين يمكن ما هيش أسهل حاجة في الدنيا، لكن هي كان واجب عشان أولادنا وأحفادنا يقدروا يعيشوا في مستقبل أفضل أو في وضع أفضل مننا. مع هذه التغييرات الاقتصادية اللي تمت والإصلاحات، يجب إحنا كقطاع خاص مش فقط ندفع ضرائب ومش فقط نعين ناس، أي نعم ده الدور الأساسي بتاعنا، لكن برضو لازم إن إحنا نساعد عشان تبقى التنمية اللي هتحصل تبقى تنمية مستدامة. وشكرا. نشكر الأستاذ ياسين منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات منصور، وبندعو المهندس حسام الأباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان لإلقاء كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. الحقيقة النهاردة أنا فخور جدا، أسرع وأكبر بروتوكول قيمته 250 مليون جنيه
ربع مليار جنيه من القطاع الخاص، تتقدم به مجموعة شركات منصور، نداء الرئيس وثقة الرئيس في محلها برجال الأعمال. حقيقة هنعمل 100 قرية، ال 100 قرية ب 250 مليون جنيه. أعتقد مفيش قطاع خاص شارك خلال ال 50 سنة اللي فاتت كلها بهذا المبلغ في عمل مجتمعي. فأنا عايز نسمع تسقيفة كويسة جدا لأن العمل ده عمل محترم، عمل محترم جدا. يعجبني أكتر إنه بيقول أنا عملي في التطوير العقاري، فإذا كنت بعمل مطور عقاري بعمل مطور عقاري، طب أنا ليه سايب البيوت المهدمة؟ أنا بعمل بيت لراجل كويس، طب وراجل غلبان نسيبه مين؟ فمن عملي ده أنا لازم أروح أدي خدمة مشابهة ليه في القرى الأكثر احتياجا. والحقيقة الاختيار كان لخمس قرى، هنبدأ في آخر إبريل إن شاء الله هنسلم أول 10 قرى، أول 5 قرى في الوجه البحري في محافظة الشرقية، والخمسة الآخرين في الوجه القبلي إن شاء الله غالبا هيكونوا في سوهاج. الشيء الجميل والمحترم إن إحنا تحت رعاية وزارة التضامن النهاردة إحنا شفنا البيانات وشفنا الداتا الموجودة. النهاردة إحنا بننزل حاطين إيدنا، عارفين فين البيت اللي محتاج مية، عارفين فين البيت محتاج سقف، عارفين فين الأسرة اللي محتاجة، عارفين مين بياخد تضامن اجتماعي، عارفين مين بياخد تكافل وكرامة. فالحقيقة برنامج سكن كريم برنامج واضح جدا ومحترم جدا، وحط صبعنا على المكان اللي احنا عايزينه. فالحقيقة البرنامج اللي معمول من الوزارة وضح لنا الرؤية، فبنشكر سيادة الوزيرة على هذا البرنامج، وانا طلبت منها اخد كل الداتا، ويمكن وعدت ان انا هنخلص 5 محافظات فورا مع مجموعة منصور بالكامل، سواء من أسقف أو من مية. إن شاء الله بإذن الله مع انتهاء البروتوكول هناخد 5 محافظات كاملين نكمل فيها سكن كريم مع بروتوكول مجموعة المنصور. بشكر القطاع الخاص، بشكر سيادة الوزيرة الحكومة، أشكر نفسي لأن احنا شطار شوية في جمعية الأرمان ومجتهدين وبنحب العمل المجتمعي. بنشكر الشركة القابضة إن عملنا سعر مميز. سيادة الوزير عمل بروتوكول مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والحقيقة دي ميزة كويسة عشان نقدر نخدم الأسر الفقيرة. فشكرا سيادة الوزيرة، شكرا لآل منصور، وفي 57-357 كان من أكبر المتبرعين وأكبر داعم لينا مع الصديقة الزميلة المحترمة المرحومة علا غبور. وأنا سعيد إن أنا بلتقي بيه تاني بعد الفترة دي في برضو نفس عمل الخير، وعمل ضخم جدا زي ما كانت 57 عمل ضخم جدا في مصر. فهم آل منصور ليهم الأيادي البيضاء في الأعمال الضخمة. شكرا لكم. نشكر المهندس حسام الأنباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأرمان هنا في وزارة التضامن. تلتقي الإرادة دائما على الخير والتنمية. اسمحوا لنا نستقبل معالي الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بيكم في وزاره التضامن. الاستاذ ياسين منصور، الاستاذ حسام قباني، سياده اللواء ممدوح شعبان، كل ضيوفنا، القباني الصغير اللي مشرفنا النهارده، كلكم الحقيقه برحب بيكم. سعيده جدا بوجودكم معنا النهارده، فخوره جدا بالمجتمع المدني المصري، وفخوره جدا بالقطاع الخاص المصري. ولازم نعيد الفضل لاهله هذا البروتوكول. الحقيقة أصحاب الفضل فيه هم الأرمان وبالم هيلز. الأرمان من قبل سكن كريم لها جهد ملموس على الأرض في تحسين بنية السكن، فكانوا شريك طبيعي لينا لما نتكلم عن دور المجتمع المدني في تعمير القرى. يبقى معاك الجمعيات اللي عندها هذه الخبرة وعندها الثقة وعندها السمعة الحسنة. بالم هيلز أحسنت الاختيار حينما توجهت للأرمان علشان تكون شريك ليها. أنا عاوزة أيضاً أحيي القطاع الخاص المصري. أنا الأوان إن إحنا دايماً نحييه وندعمه في كل الوزارات. عاوزة أقول لحضراتكم إنه القطاع الخاص المصري هو من يتيح فرص العمل، هو اللي بيفتح البيوت بالمشروعات بتاعته. إذا ما كانتش مشروعات القطاع الخاص ماشية كويس، مش هيقدر يفتح فرص عمل، مش هيقدر يشغل ناس، مش هيقدر يدفع الضرائب اللي إحنا محتاجينها والتأمينات اللي إحنا بناخدها.
فاحنا بنحييهم لانهم من رجال الصناعه ورجال التعمير، وانا مقتنع ان ربنا خلقنا في هذه الارض علشان نعمرها، مش نعمرها فقط للاغنياء، نعمرها للجميع، كل حسب قدراته. اللي مش قادر نساعده ونعمل له، واللي قادر لازم يشتغل ويساعد نفسه عشان ربنا يساعده. فالحقيقه انا فخوره جدا بهذا البروتوكول. اولا هو ماديا هو مبلغ كبير جدا، ربع مليار جنيه، ده مبلغ عظيم، مبلغ محترم نقدر نحسن بيه حياه ناس كثيره جدا. مش بس هيحسن حياه الناس، الاستاذ ياسين منصور اشار الى تحسين البنية التحتية وتحسين مساكن الناس في القرى. ما لا يقل أهمية عن تحسين مساكن الناس إنه هيتيح فرص عمل لأبناء القرى داخل هذه القرى، اللي هيشتغلوا في مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف وبناء الأسقف وتحسين المسكن هم المقاول الصغير في القرية والجمعية الأهلية الصغيرة في القرية والشباب اللي موجودين في القرية وأصحاب المنازل، دول نفسهم لازم يساعدوا معانا. إتاحة فرص عمل في القرى مهم جدا. مشروعات القومية الكبرى اللي الدولة بتشرف عليها وتتعاون فيها مع القوات المسلحة هدفها إتاحة فرص عمل. وبأشجع الأستاذ ياسين منصور على الاستمرار في التعاون مع الأرمان ووزارة التضامن في مجالات متعددة. أسرة منصور هي أسرة مصرية صميمة من زمان جدا جدا بتعمل في مجالات هي الأنبل، وهي مجالات الصناعة والتعمير، تفتح فرص عمل كثيرة جدا، تبني بيوت حلوة جدا للأغنياء، وأنا الأوان أنها أيضا تبني بيوت لمحدودي الدخل وللمحتاجين ولغير القادرين. فبنشكرهم وبنرحب بهذه المبادرة وبنتعهد بدعمها وزارة التضامن، وبشكركم جميعا وبرحب بكم في وزارة التضامن. الآن ندعو حضراتكم لتوقيع البروتوكول. من 15 سنة شفناهم في أماكن خيرية كثيرة، لكن كان النهاردة لازم يعلنوا عن ذلك. عايزين يقولوا لمصر والاقتصاد المصري مصر فيها أمان، عايزين يقولوا الاقتصاد العالمي أما قطاع خاص يطلع ويقول ربع مليار جنيه عمل مجتمعي، ده بيقول إن يا عالم إحنا في أمان، القطاع الخاص مطمئن. إحنا بنقول أكبر رقم مش للأرمان، أكبر رقم حصل من مشاركة مجتمعية للقطاع الخاص من ثورة 52، أكبر رقم حصل من ثورة 52 يشارك بقطاع خاص في عمل مجتمعي 250 مليون جنيه مصري من مجموعة آل منصور. وأقل حاجة ممكن نعملها إن إحنا نقف مع ولاد بلدنا، يعني عايزين يبقى فيه، دي قد تكون أنا عارف مش بداية، فيه حاجات كثيرة جدا اتعملت، فيه شغل بيحصل في مصر حقيقة كتير جدا. إحنا في قرارات اقتصادية اتاخدت قد تكون صعبة، وهذه القرارات كانت لازم تتاخد واخدت شجاعة كبيرة جدا ان هي تتاخد. احنا وظيفتنا كقطاع خاص ان احنا نحس بالناس، لو احنا مش حاسين بالناس ممكن الناس ما تحسش بينا، ولو ناس ما حستش بينا وبقى في تفرقة ما بين الغني والفقير
القطاع الخاص ده كله وحش وهو. بالتالي احنا علينا مسؤولية ان احنا نحسن رؤية الشعب المصري للقطاع الخاص بتاعه. احنا قطاع خاص وطني، احنا اولاد البلد دي، عشنا في البلد دي زينا زي اي واحد اللي ربنا كرمه واشتغل ونجح، وفي اخرين قد يكونوا ناس كويسة جدا لكن ما جاتلهمش الفرصة. فلازم ان احنا نحاول ندي هذا الشعب قد ما اخذنا، عمرنا ما هنقدر ندي قد ما اخذنا، ندي جزء من اللي اخذناه. انا قد اكون واحد، احنا كأسرة قد نكون بعض هذا القطاع الخاص. بتمنى وانا متأكد ان القطاع الخاص كله هيجي ورانا وهيعمل ان شاء الله قدنا واكتر ويساهم، لانه في الاخر كلنا شفنا يعني لازم ان احنا نتعاون، لان هذه البلد مش هينفع اقتصاد يتصلح، لان عشان الاقتصاد يتصلح لازم في فاتورة بتدفع. لن نقبل ولن يقبل اي حد ان فاتورة يدفعها جزء من الناس وما يدفعهاش جزء الاخر، ولو دفعها وتحملها الفقراء ستكون العواقب سيئة جدا، واكتر ناس هيقدروا هم القطاع الخاص. فلازم كلنا من دلوقتي نسبق ان احنا نقف ونحاول نساعد كل بامكانياتنا. ما بقولش كل واحد يعمل 50 مليون، ان شاء الله يعمل 500 ألف، يعمل 100 ألف، يعمل 50 ألف، اي حد يقدر يعمل اي حاجة هيعملها في هذه البلد. انا الحقيقة شفت وزارة التضامن وجمعية أرمان، انا حسيت ان انا مستريح. جزء كبير جدا قد يكون من تخوف رجال الاعمال ان هم مش عارفين الفلوس رايحه فين او جايه منين او ايه الموضوع. انا بالعكس انا يعني اطمنت جدا، وقد يكون ده بدايه ان احنا كأسرة ان احنا نزود في العمل التضامني يعني. فبوجود جمعية الأرمان، والحقيقة لما قعدت معاهم حسيت ان هم ناس دارسين ماسحين مصر كلها، عارفين فعلا من يستحق ومن لا يستحق. اكتر حاجة بتقلق اي حد ان هو يكون بيدي فلوس ومش هتوصل لحد، مش بتساعد حد. لكن مع السيد المحترم حسام بن عباني يعني حسيت ان في تآلف جامد جدا، وحسيت تأكدت ان انا متأكد ان فلوسي لو هحط قرش الشغل هيتعمل هيبقى قرشين مش العكس.